عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم انخفاض ملحوظ في تسجيل الإصابات. تسجيل اليوم 346 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة. أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم عن خروج 97 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا كوفيد 19 ارتفع ليصبح 2655 حال، من ضمنهم 2172 متعافيا. وأضاف أنه تم تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا للإرشادات لمنظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 8 حالات جديدة اليوم. وقال مجاهد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين هو 9746 حالة، من ضمنهم 2172 حالة تم شفائهم. وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي 533 حالة وفاة. وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اليوم اجتماعات دوري مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل عبر تقنية الفيديو كونفرس، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى. وخلال الاجتماع اطمأنت الوزيرة على اتباع الأطقم الطبية لإجراءات الوقائية والاحترازية وتوافر الاحتياجات الاستراتيجية الكافية من المستلزمات الوقائية الشخصية للأطقم الطبية من البدل الواقية حادية الاستخدام والجوانتيات والكمامات، كما تابعت العمل بمنظومة الميكنة التي طبقتها الوزارة بمستشفى العزل والتي ساهمت في ربط المستشفيات بالمعامل المركزية وهيئة الإسعاف، مما يساهم في سرعة وسهولة تداول المعلومات الخاصة بالمرضى إلكترونيا وتلبية احتياجات كل مستشفى أول بأول. كما تبعت الوزيرة استراتيجية نقل الحالات البسيطة إكلينيكيا والحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج بعد زوال الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق والمدن الجامعية ونزل الشباب، حيث يتم استكمال المتابعة الطبية لهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. 335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية. شفاكم الله وعافاكم.
نشوفكم إن شاء الله في خبر جديد وفي نشرة جديدة. كل سنة وأنتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.